طبعا النشمي هذا كانوا الحوثيين قالوا انه استشهد وامه يعني قد كان عقلي مضروب قد كنت اكل حبوب من حق المجانين. اليوم فرحتي ما توصف، وكنا عدو ولدي هذا عدو خلق، واكثر من يوم ولدت به عدو طفل، لان قد ولد جالس رح كبير جاء يعني عدو في سن الطفوله، لكن قد ملان عيني سرحوه اخذ علي فقعس ان انتم بقى تدرسوا طب وبقى تدرسوا مدري ايش وبقى تجلسوا هنا في ذمر ولا بقى تصيروا بقعه، اتصلت له لا تلعب ولدي لا المهم اخذوهم ما عاد شي بقي دمار، ما دريت انجو، كنت اقول انجو ولدي، انا المشرف في سر الحياه علي يقول لي فلان اتصل عند فلان، المهم 4 أشهر وانا في دوامه 4 أشهر وانا مجل اخر شيء اتصلوا لي ولد شو استشهد، لقينا جثته باقي عمه وولد خالهم فوق الطقم اسرى. قالوا لنا البدايه ناخذ دوره فتره ونرجع يعسكرونا تبع وزاره الدفاع. بعدها بزونا جلسنا دوره شهرين، بزونا الجبهه طوالي. قلت ادوا لي جثته، قالوا لا جثته عند الدواعش ولا ما تفعلي بها. قلت ادوا لي اي معلومه ان ولدي اقتنع، قلبي مضيع هو قلبي ماشي ولا تحركوا ساكن. اتصلت كنت اتصل لا عند جميع المشرفين لا يعني التمت حق المشرفين الارقام كلها لا عندي ما حد نفع، بلغت العمليات لا كل بقعه رجعت كنت ادي الناس ماشي من انصار الله، رهنت بصيرتي الشيخ يحيى منصر عنده وهو ماشي معه رهنها عند واحد مولاه محلات في 400 ألف، كنت أدي الواحد 50 أو 100 ما عاد أنا داري كم أديت. تعينوا لي ولدي هذا في ثلاجات، تعينوا لي جريح، ولد أخي اتصل من صنعاء كان يستعلم، قالوا لقيوه اسمه واسم ولد خاله جرحى في مستشفى الثورة في صعدة. في صعدة قالوا ماشي قد خرجوا، مدري هم مشوا الساحل الميدي. ما خليت وفيت بخروص بناتي على أدور ولدي حي ولا هالك، أقتنع لجس شي طول الزمان منه. وبزونا الجبهة، جاءت المقاومة زحفت الجيش الوطني وسلمنا لهم. وين؟ في البقعة. كانوا يقولوا هاجموا لا زحفوا صدوهم ولا لا أهم شيء لا تسلموا، لو سلموا باي يذبحوكم مدري ايش باي يدفنوكم. جو لا عندنا حطرقوا علينا الحويثة هربوا. واحنا جلسنا كنا مننا 9 جينا سلمنا نفسنا قلنا ايش نفعل قد احنا. وصلوا عندكم جلست شهرين وانا لا ما اخر شيء اتصلوا ما من شيء، كانوا يقولوا لي في الدوره قالوا لي وقفي غدا نشمي قدو جاي نشمي رجال وسيد رجال، قلت نشمي جاهل لا تطمره لا حوض المنايا، وهم يقولوا نشمي اسم على مسمى شاهد الله. طيب هذا علي فقعس لما اتصلوا لي اتصل لي واحد قال لي ولدش موجود، لا دريت من هو ما قال لي شيء من هو، قلبي مصدق هكذا قلبي ما قطع شيء ولدي مات ولا شيء، اطمئنت اكثر من حان التصلي. هو قال احنا مرتاحين وما قصروا علينا وهم لفونا من معركه معانا الالي والقرن حقه في المقدمه يقدموا لهم الاطفال هكذا، فكثر الله خيركم ورضي الله عليكم. اليوم عيد اين العيد؟ اليوم فرحتي اليوم ما توصف فرحتي بولد قلبي ذي قد كان ضايع مني ما قد كان ضايع مني قد كان ضايع ما عاد دريت اين هو. الله يحفظكم. طيب لو ما شلوه يعني شلوه ما شلت داري ولا كيف عملوا به؟ يوم شلوه قلت لك كانوا يقولوا له جه وهو يرجع لعندي يوم ما اقول له صدقهم يوم ما قالوا لنا ما انت داري هم بيدرسونها انا وقالوا والله ما نخرج من دمار بنرجع ندرس حاله فوق يمين، حتى انا عندما اتصلت لا تلعب ولدي يا علي فقعس الشيخ علي بن علي فقعس قال لي ما هم بيدرسونها انا والله ما يصيروا جبهه طلعوا خلاص. كيف اقصد يعني لو كيف تعاملهم معاكم الحوثيين لو ما شلوكم لهنا؟ الحوثيين قالوا لك في البدايه بتدرس وبعدين قالوا لنا البدايه ناخذ دوره فتره ونرجع يعسكرونا تبع وزاره الدفاع. بعدها بزونا جلسنا دوره شهرين، بزونا الجبهه طوالي. وبزونا الجبهه، جاءت المقاومه زحفت الجيش الوطني وسلمنا لهم. وين؟ في البقعه. طيب اقصد الحوثيين كيف كانوا وقت المعركه يعني شفت ناس ماتوا زملائها اطفال؟ ما هم هربوا يعني انسحبوا. وانت في الجبهه ايامك في الجبهه؟ هم قدرنا في الجبهه الاسبوع هكذا ما قدرنا اسبوع وسلحونا ودونا الذخيره. كانوا يقولوا لكم مثلا كانوا يقولوا
هاجموا لا زحفوا صدوهم ولا لا اهم شيء لا تسلموا، لو تسلموا باي يذبحوكم مدري ايش باي يدفنوكم. جو لا عندنا حطرقوا علينا الحوايث هربوا واحنا جلسنا كنا من نتسع جينا سلمنا نفسنا قلنا ايش نفعل قد احنا. وكيف عملوكم الان؟ عملوا لما عملت اخوه ما يعني لا ضرب ولا ذبح ولا الحمد ان شاء الله تاسع برجع واصل دراستي وصف تاسع وان شاء الله اتمنى اكون دكتور اتمنى اكون مدرس